يدافع هؤلاء عن الرئيس بشراسة، يساندون سياساته ويتحدثون عن إجراءاته وحتى عن برامجه، لكن لم يسبق أن استقبلهم الرئيس أو اجتمع بهم، بل أكثر من ذلك فهو يتبرأ من أي شخص أو حزب يتحدث باسمه. هذه المرة وجهوا إليه سهام الانتقادات بشأن شروط الترشح للانتخابات المقبلة. أنت لهنا حليت باب للمال الفاسد باعتبار الناس اللي عندها مال وعندها جه والناس يعني يقولنا احنا عندها نفوذ هي اللي باش نجم تترشح يعني وتكون عندها حظوظ أقوى من الناس اللي ما عندهاش هالمال الفاسد. تعرف توجهات الرئيس من مسانديه لا من الرئيس نفسه، فهو لا يتحدث إلى الإعلام والرأي العام وليس لديه ناطق رسمي باسم الرئاسة. تنظر المعارضة إلى ذلك بأنه محاولة من الرئيس لفرض برنامجه من دون تشاور مع أحد للانفراد بكل السلطات. مرسوم فردي وضعه رئيس الجمهورية كوسيلة أخرى لتحقيق رؤيته لإدارة الدولة التونسية، بدأ بالدستور والآن بالقانون الانتخابي، وستلحق قوانين أخرى من أجل فرض رؤيته على الشعب التونسي في إدارة الدولة. في الأثناء تستعد تونس لانتخابات برلمانية وهي آخر محطات الخارطة الانتخابية للرئيس، انتخابات تحوم حولها تعقيدات كثيرة واستبقتها حملات مقاطعة واسعة، مما قد يفرز برلمانا يغلب فيه صوت واحد فضلا عن أنه محدود الصلاحيات. لا توحي الأجواء في تونس بأن البلد يستعد لعقد انتخابات برلمانية. في الشارع لا أثر لحملات جمع تزكية الناخبين وهي إحدى شروط الترشح للانتخابات. مساندو الرئيس غاضبون من هذا الإجراء ومعارضوه قاطعوا جميع مساراته الانتخابية وإجراءاته السياسية. وسام دعاسي، العربي،